من سعه صدر المحكمه هي ان اشرع في مرافعتي دون استهلالات او مقدمات. منضما لما سبق ان ابدي من دفوع واوجه الدفاع وملتمسا الاذن ببعض الاستفسار دون تكرار وبعض الاضافه دون افاضه. لقد اعتدنا القول سيدي الرئيس بان بلدنا المحبوب منكوب بما نسميه ويسميه كل ديمقراطي في هذا البلد بترزية القوانين يفصلونها على هوى الحكام. لكن في تفصيل ان الآفة الاكبر والاخطر تتمثل في ترزية القضايا يختلطونها ويلفحونها حسب مزاج الحاكم ويسحبون بها ساحات المحاكم. وقضيتنا هذه هي نموذج صارخ لهذا الصنف من القضايا الملفقة، وهي استهدفت تحديدا، وانا هنا مش عايز اخرج عن حدود الدعوة، الوثيقة اللي استندت اليها النيابة لتعتبرها دليل الإدانة الأساسي على نشاط أشرف إبراهيم، أنا هستخدمها أيضا كدليل براءة أساسي بالنسبة لأشرف. هذه القضية لم تستهدف توجيه ضربة أساسا في تنظيم يقولون عنه تنظيم عوجي نظام حكم أو غيره، هذه القضية استهدفت أساسا توجيه ضربة إجهاضية لتحرك شعبي مستند الى حكم قضائي تاريخي لتنظيم مسيره شعبيه تعبر عن موقف مصر من العدوان الامريكي، وتبدا من السيده عائشه الى الثقافه الامريكيه مخترقه شوارع. هذه حقيقه القضيه، ولذلك المحضر اللي هي النيابه بتستشهد فيه ليس محضر سري ولا محضر تنظيم سري، ده محضر شرعي. وزي ما قال صديقنا ابو جميل الذي سبق عليه، ليش انا وقتي؟ لان النيابه بتقول ايه في هذا المحضر؟ النيابه بتقول في محضر اقتراحها على هذا المستند انه ورقه ثابت بها ميعاد اجتماع يوم كذا بمقر نقابه المحكمه، والاتصال بمزيد من التفاصيل عن هذا الاجتماع بالاستاذ احمد نبيل الهلالي ومؤتمر صحفي للمثقفين المصريين، ولمزيد من الاتصال والتفاصيل بالاتصال باشرف ابراهيم المتهم. لو ان هذا الاجتماع لتنظيم سري او نشاط غير مشروع، لماذا انا لا اقف الان كما قال زميلي في قفص الاتهام جنبا الى جنب مع المتهم الاول؟ ولماذا اشرف الدفاع عن اشرف امام حضراتكم؟ بس كده. شوفوا حضراتكم اهميه وارجو من عداله المحكمه ان تراجع التواريخ لتؤكد هذه التواريخ ان الامر كله كان مقصودا به ضربه اجهاضيه. الاجتماع اللي حصل في نقابه المحامين 11 مايو طبعا الاجتماعات كان بيتحضر لتنفيذ الحكم، وانا هتشرف بتقديم هذا الحكم لحضراتكم. انا جاي صور 11 مارس بدات التحضيرات على قدم وساق، وما ان وكان اشرف اللي بيقول انه كان ممثل لتنظيم غير شرعي داخل اللجنه، هو كان دينا بلدي، هو اللي كان بيكتب المحاضر، وهو وطبعا ده نشاط مشروع. المهم انه ما ان اقترب موعد المسيره، طبعا المسيره اتاخرت لان مباحث امن الدوله حاولت تصدر بعض القائد الاشكالات والاشكال اترفض واتحكم ضد وزاره الداخليه ب 400 جنيه غرامه من محكمه القضاء الاداري. المهم اقترب موعد المسيره، فكان لابد ان المباحث تخطف اشرف ابراهيم من بين صفوف الحركه الشعبيه المناصره الشعبي العراقي والفلسطيني في محاولة لإجهاض هذه المدينة.
النبا والمباحث بيقولوا اشرف بيحرق على نكرات ومظاهرات. انا بتشارك في تقديم صوره من هذا الحكم التاريخي الذي اصدرته محكمه القضاء الاداري، والذي قال لاحرف من النور ان الدستور اباح للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامه وتسيير المواقف، وهذا الحق يمثل نافذه للمواطنين للتعبير عن ارائهم، يطرحون فيه امالهم، معبرين في شكل من اشكال التفكير الجماعي عن مواقفهم وتوجهاتهم السياسيه والاجتماعيه والثقافيه. وسجل الحكم ان مصر استوت مصر بقى مين بيهز هيئه مصر؟ اشرف ابراهيم والعاديين يعملوا مظاهرات تضامنا مع الشعبين العراقي والفلسطيني، ولا مباحث امن الدوله؟ شوفوا حضراتكم الحكم بيقول ايه امام حضراتكم. ان مصر استوت على قمه العالمين العربي والاسلامي بحضاره كليله وموروث ثقافه جعلت منها في ثورات العرب وحروبهم وبانتصاراتهم الدوله القائمه، وان تعبير شعبها عن رؤيته في مساله رؤيته من مباحث حرب صادر حق الشعب المصري في رؤيته، ويعبر عن رؤيته في رؤيته في مساله مصيريه تتعلق بشعب عربي بات امرا لازما يشارك مع الموقف الرسمي للدولة في نبذ كل عدوان أو تهديد به ينال أحد الشعوب العربية. وبعدين المباحث فاعترفت على المسيرة، المسيرة كانت إيه؟ المفروض تبدأ من السيدة عائشة مرورا من شارع محمد عزم أو القلعة من دلوقتي إلى العتبة إلى التحرير إلى السفارة. فالتحرير لها فيندس المخربون والهدامون في هذه المسيرة. أنا بعترف باعتبارات أهمية، لكن المحكمة قالت إيه؟ المحكمة هنا قالت أتي بقى الحتة دي لحضراتكم، ده واجب الأمن إنه يحمي هذه المسيرة، يمكنها من أن تقوم ويحميها من اندفاس أي عناصر غير يعني تحاول ان تخرب او انها يعني اي عمليه تخريب. وواجب على الاداره ان تبعد عن التجمعات والمواكب كل راغب في اهدار الامن العام والسكينه العامه وتثبيت المظاهره من نبل مقصد الى اخر ما تتعاونه على الحكم في هذا. المضحك بقى في الامر انه في الوقت ان المباحث والنيابه امن الدوله حاول تصور هذه المظاهرات لانها مظاهرات هدامه مخربه، الاعلام الحكومي كافر بهذه المظاهرات. يبدو ان مصر ديمقراطيه ومظاهرات التحرير وغيره وغيره ودي عن القنوات الفضائيه المصريه المملوكه للدوله وأذيع في الصحافة المصرية. وأنا هقدم لحضراتكم هنا نموذج كان معايا كتير بس اتفقنا أقدمها بكرة، لكن شوفوا حضراتكم الميكا كتبت إيه عن ما إحنا قابلين مظاهرات. دي مسألة غريبة جدا، لأنه في الميكا جايبين تصريح لمسؤول أمني يقول إنه بيقول انه لم يحدث اي خلل في هذه المسيره وانه المسائل كلها تمام التمام، لا فيه ذلك هدف ضد النظام ولا حوله يحرف المسيره عن اهدافها. وهذا كلام ثابت في ما نشرته جريده المسا الحكوميه. انتقل بعد ذلك مباشره الى بعض الاضافات المتعلقه بماده الاتهام، المادة بتاعي 86 مكرر بتاعي التنظيم. أنا طبعاً كان أتشرف بأن أقدم لحضراتكم صباح بارد الأعمال التحضيرية الكاملة لهذا القصر،
مدى 86 مكرر وضيفت الى قانون العقوبات بموجب القانون 97 قانون 97 تتم. القانون ده عمل ايه؟ اعاد ترتيب مواد قانون العقوبات المتعلقه بجرائم امن الدوله ضد السكون. اللي حصل انه قسم التبويب الجديد هذا الباب الى قسمين. القسم الاول من 86 ل89 خاص بجرائم الارهاب. الكلام ده مش جاي من عندي، ده من المذكره الصحيحه. والقسم الثاني خاص بجرائم الاخرى اللي ترتكب والمضره بالحكومه من 89 مكرر ل102. ماده الاتهام جايه في البابين. ماده الاتهام جايه ملحقه بالماده 86. يعني الفصل الخاص بجرائم الارهاب يستهله المشرع بماده 86 تعرف ما هو الارهاب في تطبيق هذا القانون. اذا جميع المواد اللاحقه بما فيها الماده 89 الماده 86 مكرر معطوفه على الماده 80. يبقى لما نيجي نفسر احكام الماده 86 مكرر يجب ان نلتزم بالتعريف الوارد في مستهل الفصل الاول من الباب الثاني اللي هو تعريف ما هو المقصود بالارهاب. يبقى ما تجيبش النيابه تقول لا ده اي وسيله، ما دام الماده ما اتكلمتش عن القوه يبقى اي وسيله يلجا اليها المشروع تكفي لادانته طبقا للماده 86. لانه طالما ان الماده 86 مكرر موقعها من القانون هو في الفصل الخاص بجرائم الارهاب فلا بد ان تكون هذا التنظيم تنظيم ارهابي، ويجب على النيابه ان تقدم لنا الدليل اولا قبل ان تطالب بتطبيق الماده 86 مكرر، الدليل من واقع الاوقاف على ان هذا التنظيم تنظيم هذا لا يكفي. شوفوا حضراتكم يؤكد كلامي تقرير لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه عن هذا القانون بتأكد بمجلس الشعب. يقول هذا ظهرت في السنوات الاخيره شديده للجريمه لم يكن يعرفها المجتمع المسلم من قبل، تتسم بانها ترتكب بوسيله معينه هي القوه او العنف او التهديد او ولما كان التشريع العقابي هو اداة المجتمع الحاسمة لمواجهة اي سلوك اجرامي ينال من امن المجتمع، فقد اعدت الحكومة مشروع القانون المطروح على المجلس لمواجهة هذا التيار الاجرامي. يبقى لما المادة 86 مكرر تتكلم عن اي وسيلة غير المقصورة عن الوسائل المنصوص عليها في تعريف الماده 86 الخاص بالارهاب، اي اي وسيله من وسائل الارهاب الواردة على سبيل الحظ في هذه الماده التي يستهل بها المشرع هذا الاصل. مش بس كده، لما جه وزير العدل في بيانه اللي حاول يقنع المجلس الشعب لان ما فيش خطر، ده الخطر كله على الارهابيين، ده في خطر على الحريه ولا على الديمقراطيه. قال ايه؟ سؤال في الاعمال التحضيريه اللي هقدمها لحضرتك. ان الفلسفه التي قامت عليها التعديلات يمكن ايجادها في مجالي. كان صاحب المشروع صاحب الفرح. اولا ان التدخل التشريعي لمواجهه الافعال الارهابيه اضحى ضروره لا معرفة عنها. ذلك ان الارهاب والتطرف والعنف امر يرفضه كل مواطن. بعدين بيتكلم عن الترويج وزير العدل في بيان بيقول لك ايه؟ النص عندما يقول كل من روج بالخوف الى ماذا روج؟ يستسلم روج لهذه الجماعات
التي تتخذ من الإرهاب وسيلة لها. حزب من الأحزاب كلامي يدعو إلى تغيير قانون أو نصر الدستور، هذا أمر لا اعتراض عليه، وفيما التخلص إذن كما وقف بعد حدود ريحونا. أما تعطيل الدستور أكد كلام أكده شذي وأكده بالتالي قانون الجنائي عزمة الشعب الدكتور فتحي سرور، وأنا أحيل إلى الأعمال التحضيرية حتى لا أكيد على حضرتك مفروض الفضل. طيب إحنا بنقول إذن عشان نحاسب مجموعة أو جماعة أو تنظيم الاشتراكيين التوحيدين بالمادة 86 مكرر، يجب أولا أن يثبت أن هذا التنظيم تنظيم إرهابي. طب فين الدليل على أن هذا التنظيم استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو التنظيم؟ هنا بقى أقول لحضراتكم، حتى في حكاية الدعوة إلى تحصيل الدستور وإلى القوانين، أنا مش هقصر في الحتة دي، أنا هقدم لحضراتكم مرجع بالغ الأهمية. أنا أعتقد إنه تقريبا يكون المرجع الوحيد في شرح قانون الإرهاب للدكتور محمد محمود سعيد، رئيس قسم القانون الجزائي في جامعة حلب في القاهرة، وهو محامي مصري، بيشرح القانون وبيشرح إيه المقصود من تعطيل الدستور، ومنتهي كلامه إلى أن تعطيل الدستور غير نقض الدستور ولا المطالبة الثانية. تعطيل الدستور مدلول القانوني هو تعطيل هذه الدستور، ودي حصلت سابقتين في تاريخنا المصري. السابقة الأولى لما اسماعيل صدقي عطل الدستور في 23 وأصدر قانون بتعطيل الدستور، والسابقة الثانية هي حصلت في بعد حول يوليو لما صدر الإعلان الدستوري في 10/12/52 بإعلان إسقاط دستور 23 وحل جميع أبي تعطيل الدستور، أبي مقصود تعطيل هذه السورية، لكن استبدال دستور الدستور ده حق، لأن الدساتير من صنع البشر ولا يجوز إعطاء حصانة عليها. ودستورنا في مصر بالذات بتفكيم حتى فقهاء الحكومة دستور مش جامد، دستور مرن قابل للتفكير. بالنسبة لتعطيل أحكام القانون أيضا هتبدو حضراتكم كلام أو يؤكد أنه في فرق بين تعطيل القانون أو نقض القانون. نقض القانون مباح، ومن سنة 38 محكمة النقض قالت إيه؟ نقض القانون من حيث عدم تواصل الضمانات الكافية في أحكامه من قبيل النقض المباح لتعلقه بما هو مكفول من حرية الرأي بالكشف عن عيوب القوانين. فإذا رجعنا إلى مرجع بالغ الأهمية المستشار فاضل هو المستشار عماد النجار، وأعتقد أنه الآن مساعد وزير العدل، في مرجعه الهام النقض المباح. هذا أصل الوجود القانون بحسب الأمل بحسب الأصل إرادة الشعب بقصد تحقيق خير الجماعة. فإذا علم الجماعة أنه لم يعد يحقق الخير ولا داعي لطاعته، مش عضو التنظيم الاشتراكي للتوحيد ده مستشار فاضل يعرف القانون كما يجب أن يكون القانون، فليس ذلك إلا النقد المباح المبتدى المبتغى به مصلحة الجماعة. وبات تعديل القوانين أمر لا مشاحة فيه، ولم تعرف الإنسانية قانونا أبديا، فكيف لا يباح تغيير القانون؟ وحتى كيف لا يباح الدعوة إلى عدم طاعته؟ لا خلال القانون السليم. وما دام في ذلك الخير للمجتمع، كيف تتخذ المشاركة بهذه الأفكار وتولى ذلك؟ فيما يتعلق بتعطيل المؤسسات، هي أي دعوة كده تعطيل المؤسسات؟ تعطيل المؤسسات ممدود قانوني هتجدوه في هذا المرجع، وهتجد حضراتكم انه يقصد بمنع المؤسسات من مباشرة اعمالها الحيلولة تماما بين احدى السلطات العامة وبين ممارستها عملا، فيعدل اضرب امثلة
من قبيل المنع، عدم تمكين الوزارة، يعني بسوء عصف عبيد جاي يدخل مجلس الوزراء عشان يجيلها اجتماع مجلس الوزراء، فهذا منهم خطفوه ومنعوا من الدخول. هنا تحديد اجتماع لمجلس الوزراء. ايضا عدم تمكين المجلس النيابي من عقد اجتماع لتسيير المكان المعد لعقار الاجتماع فيه. عدم تمكين قاضي او محكمة من عقد جلسة محددة بنظر قضايا بتقييد حرية احد العناصر التي يشكل منها المحكمة او بالسيطرة على المكان المعين بعقد الجلسة. الى اخير الى اخير الى طبعا النيابة حاولت انقاذ ما يمكن انقاذه. لفت نظري انه في ملاحظاتها جاب الحتة حتى انه مفيش حاجة في الانتهاء. قالت ايه بقى ملحوظه من ملاحظها؟ في امر ايه حاجة ثبت من اطلاع النيابة العامة الى المطبوعات المضبوطة انها تتضمن ايه تحتك في كلام النيابة الإسقاط على نظام الحكم المحلي. يا سيدي الإسقاط على نظام الحكم المحلي وإسقاط النظام القائم شيء آخر. الإسقاط على نظام الحكم القائم يعني ألائح عن نظام، يعني أنغض، لكن إسقاط النظام شيء آخر. لكن النيابة مشكورة حددت بالضبط إيه في المخطوطات، الإسقاط على نظام الحكم القائم وبعض القوانين كقانون العمل. ده تعطيل القوانين وبعض مؤسسات الدولة كمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. أنا حقدم لحضرتك ندوة كاملة بكرة عربتها منظمة من منظمات حقوق الإنسان في مصر، جاء فيها فقهاء من الإسلاميين وفقهاء من رجال الفكر بيقولوا إن الدور اللي بيلعبه الأزهر الشريف هو وصاية على فكر المثقف وعلى الإبداعي. وهذا المجمع تسبب مش في مصادرة مطبوعات الشياطين الفرنسيين أو الشيوعيين المصريين، ده تسبب في ضيق تفكيره في مصادرة 5 كتب لمستشار فاضل من أساطير المهتمين بالإسلاميات والمستشار سعيد الأحمد. 5 كتب صدروه، ولذلك عملت الندوة دي وكلها تجيب دور كيف لما انا انحق جمع ناس يبقى انا بعطل ممارسه احدى مؤسسات الدوله. ده كلام غير معروف. سيدي الرئيس نقطه بقى مهمه جدا في اطار هنا بقى لفت نظري في كلام سهل انه اتكلم عن نوعين من الاهداف التنظيميه. أهداف سماها أهداف مرحلية وأهداف مستقبلية. أنا حبيت هنا أسأله وضح لي حضرة الهما وضح إن هو لا هو قبل ابتدأ العمل من 99 عبارة يعني ثلاثة حضانة في المباحث. إحنا على أيامنا لما كنا متهمين ومحامين ما كان يعني مستوى الإثارة تختلف معه لكن محترم مش القضايا الهدوء دي. شوف هذا هو قال ايه؟ حدد بقى نيابة حدد هنا قال هنا الهدف الحالي المرحلي بتاع النهارده الجدول اعمال التنظيم النهارده اطارات الغد العام. لكن في نيابة قصر قال التضامن مع العمال في اي مكان في العالم حتى تتحقق الاشتراكية العالمية. هرجع لحكاية الاشتراكية العالمية لأن حضرة الزائم الشاهد الرومان اللي قبل ما يعمل قضية يقول أنه تنظيم تروتسكي لازم يفهم إيه المشكلة عشان يقدر يلعب في القضية حتى معقولة. هنا بيقول إيه؟ الهدف التضامن ودعوة كل الثوريين من أجل بناء تنظيم اشتراكي ثوري. أدي كل الهدف الحالي وهذا يعتبر الهدف المرحلي للتنظيم. طب المدى 86 مسار لا تتحدث عن كل هذه الاهداف. اما الهدف المستقبلي فالكلام فهو تغيير نظام الحكم. كيف تخلى بقى
مدى تشكيله وكرر وإقامة نظام شيوعي راديكالي متشدد وتحريم وتهديد. يبقى إذا كل الكلام النيابة تقوله أو ما تقوله هذا دخل تحت عنوان الأهداف المستقبلية. وهنا بقى رغم ما كنا هنا الأهداف المستقبلية هي تغيير الدستور وتغيير مؤسسات الدولة. هنعمل مؤسسات عمالية وهنعمل مؤسسات عمالية في أخر هذا الكلام اللي لا أثر له في الأول. إذا عدنا إلى مادة تغيير المقارنة لا نجد أنها تتحرك لكل هذا الكلام. إذا كان شوفوا إيه حكاية الثورة الدائمة؟ بيقولوا إن التنظيم ده هو من الثورة الدائمة. وانا هنا هنطلق مش هدخل بقى محناش مجال لشرح السياسية. انا هلتزم بمفهوم المراحل في الورق دي هي الثورة. الثورة دايما معناها ايه حسب ما بيقولوا؟ معناها انه امشي بثورة اشتراكية او امشي نظام شيوعي في بلد لوحده. لازم الثورة العالمية تقوم في كل انحاء العالم، ولأنه يقيم النظام الشيوعي في كل أرجاء الأرض. شوفوا حضرتك هذا كلام معناه براءة هذا التنظيم من تهمة المادة 86 في الكوكب. لأنه هنا هو يقول إيه في التكيس التحريات عن التنظيم صفحة 2، إن النظام من أجل الاشتراكية لابد أن يشمل كل دول العالم، حيث أكدت تجربة الثورة الروسية أن الثورة الاشتراكية لا يمكن أن تحيا في بلد واحد وستتحول لما حدث في روسيا والصين إلى دول أخرى. يبقى هذا التنظيم إذا كان كما تقول مباحث وإذا كانت مباحث روسية هي هذا المفهوم، عاوز يعمل النهاردة دولة اشتراكية وثورة اشتراكية في بلد واحد ومصر، ولا لازم نعملها في إطار الثورة العالمية حتى مفهوم أكثر. يبقى إذا أنا عاوز أسرح تخيل إذا الكلام عن حسب مفهوم المباحث مش متدخل. يبقى إذا مفهوم تروتسكي على عهد مباحث أمن الدولة لا يعاقب عليه القانون لأنه حلم بعيد الأمد. يعني القانون لا يعاقب الأحلام ولا يعاقب على الأمان. يعني إذا كان المثل بيقول الجعان يحلم بسوء العيش، المراحل عاوزة تصادق حق الجياع في إنهم يحلموا بنظام مستقبلي يوفر لهم لقمة العيش ويوفر لهم حياة مستدامة. شيء إن رسالة قانون العقوبات في أي مجتمع من المجتمعات هو حماية المجتمع من خطر حال يتهدده فعلا. وأساس التجريم هو قيام خطر الحال وليس خطر وهمي أو خيالي أو افتراضي أو احتمالي. لا زال في علم الجيب حتى لو صح أن شوف هذا الطبع المادة 45 احنا نرجع بقى المادة 45 عقوبات مش عشان مش عارفين يعني. أنا عايز هنا بقى أقول إيه إنه الفكرة كل أنا هكتب النقطة دي بتكفيني وقت بس حتى النقطة دي لحكم البلد الأهلية مش صادق حتى للمحكمة السورية. يعني المحكمة الصفة السورية لا صادق من محكمة عسكرية عليا، يعني هي موقف حاد وحاسم من المحاكم العسكرية. لكن هذه القضية بالذات أرسى هذا الحكم المبدأ ثاني كانت قضية الانتماء لتنظيم الجهاد. والمحكمة حكمت أظن قرار 96 واحد من دون الانتماء لتنظيم الجهاد. ولكن أن ما قاله المتهم عن فتح الأرض بعد التمكين فهو أمر لا زال في طي الاحتمال بعيد المنال، وليس في قدرة أي من الجماعة اللجوء إليه حاليا، بل يكاد يصل إلى مرتبة الجريمة المستحيلة. فإن هذا كله لم يكون صدقا لرأي المتهم الذي ذكره إلا بعد أن يزيل الله الكافرين، ولا يستطيع أحد لا النيابة ولا غيرها أن يحدد هذا الوقت
ولو على سبيل الاحتبال او التقليد او حتى مجرد اثر. سيدي الرئيس بعد ذلك انتقل الى بعض نقط سريعا في المادة 80 فقط اللي هي بتاعت الاتصال بالمنظمات الأجنبية والحاجات. أولا أنا بس على تبيين التهم لأن أوراق الدعوة الحالية من تحديد معلومة كاذبة واحدة، مش كلام مرتب، تحديد معلومة كاذبة واحدة قام المتهم بنشرها بها. حتى حول هنا لا معلومات كاذبة عن انتهاك حقوق الإنسان، عن حد الحريات، عن التحديد، ولا الاتهام كما ورد من امر استحاله حد مقوله واحده خبر. ثانيا وبعدين انتفاء الدليل على ان المتهم نفسه ده بعد اي خبر من هذا النوع، لانه حتى لما المباحث ضبطت اداه الجريمه المزعومه اللي هي الكمبيوتر ما سبقش بالدليل الفني، هذا الكمبيوتر استخدم في ارسال اي خبر من الاخبار المكتوبه المزعومه. ثالثا انا بشفع بالنجام المسؤولية الجنائية لوجود سبب من اسباب الاباحة فيما يتعلق بجريمة المادة 80 فقرات، لانه حتى لو ان اشرف استخدم يعني بعد اخبار عن التعليم او بعد اخبار عن الحد من الحريات الى منظمات حقوق الانسان في الحد، هذا حق وهذا واجب. السبيل يا استاذ سيف اشار الى الماده 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، انا حاقدم كل ده بكره ان شاء الله. العهد الدولي للحقوق السياسيه والمدنيه ينص في الايباجه تحته ان الدول الاطراف في هذا العهد اذ تدرك ان على الفرد الذي تترتب عليه واجبات إيذاء الأفراد الآخرين وإيذاء الجماعة التي ينتمي إليها مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد، وبعدين جابت المادة 19 برضه لأشار إليها. وكان يليها حتى موقف حرج جدا، لأنه هم يعني رايحين يحضروا الوفد المصري ده رايح يحضر احتفالات إعلان عالمي بحماية نشطاء حقوق الإنسان، في نفس الوقت كانت المباحث العامة بغباء شديد بتحرم الوفد المصري وأعضاء رئاسته السيد نصر الأولى لأنها قبضت على أمين عام المنظمة المصرية اللي النهاردة معلمينه عضو في الحياة القومية اتباعا للسلام. شوفوا حضراتكم هذا الإعلان يؤكد أن حقوق الإنسان عالمية، وأن هذه العالمية تستند إلى أولوية احترام الكرامة الإنسانية، وأنها تسمو على الأيديولوجية. كيف؟ يؤكد بشدة، أجل عمل والله إبراهيم ده كان عمل، يؤكد بشدة حق كل إنسان في المساهمة في أعمال تلك الحقوق بمفرده، في إعمال تلك الحقوق بمفرده أو في إطار جماعة، حتى لو كانت جماعة اسمها جماعة الإسلام التوحيد. ونؤكد أن هذا الحق يشمل أي عمل كان، خاصة الأعمال الموجهة لحماية الضحايا أو لتعزيز حقوقهم دون أي حق أو قيد، فيما عدا تماشي هذا العمل مع الإعلان العالمي. ويشمل هذا الحق بصفة خاصة الجوانب الأكثر، بفصل حق المرأة في الدفاع عن حقوقه وحقوق غيره. يعني أنا لما أسمع أن في واحد يتعذب لازم أبلغ المنظمات الدولية أقول لهم نحاول في واحد مواطن مصري إيه حقيقي بيتعذب في السجن. الحق في الحصول على المعلومات وحرية عقد الاجتماعات وحرية التعبير والاتصال بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وحق هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان في تبادل الاتصال في الأرض. هذا اللي حضراتكم بقى حكم من المحكمة الدستورية العليا ليؤكد حق تدفق المعلومات. أكثر بقى من كده أقدم لحضراتكم نص حكم الصادر من محكمة النقد ببراءة الدكتور سعد الدين إبراهيم اللي كان بيتحكم عليه 7 سنين بذات التهمة إنه باع التقارير لمنظمات دولية بيقول فيها
انه حصل تجربة الانتخابات ويقول فيها ان الاحباط في اضطهاد الاحباط واحتضر في زيارة هذا يعني في هات سمعة مصر والاهدار لحيث تكون احكمة النار تلغي في الحق وانست مبدأ بالغ الاهمية قالت فيه ان ما ارسله الدكتور فرانسيسكي ميدوين لا يعدو فيما يتعلق بتسجيل الانتخابات وعموم الاقليات ان يكون رجع الفضاء لما نشر في مؤلف او تناولته الصحف او تردد في دعوة قضائية مما لا يستعصي مع فوضى الاتصالات ان يصل العلم به لمن يطلبه من خارج البلاد. ومن ثم فان ارسال المتهم شيء من هذه المعلومات او الابحاث سواء كانت اصلا من اعداده او ابلاها غيره الى جهه معينه بالخارج ليس في هذا الارسال على ما سلف ذكره ما يتضمن اخبارا كاذبا ولا اشاعه ولا اشاعه كاذبه الى اخر الا انها اجمل مشكله. يبقى بعد ذلك هل صحيح انه استعجلت مصر؟ انا اطالب النيابه ان تقيم الدليل على انه انا اذا كنت بعثت خبر بقول ان في تعديل في مصر اني انا كذبت هي اللي عليها هذا الاسلام تقدمت الدليل انه مفيش تعديل في مصر. مئات مئات التقارير الغدره من الطب الشرعي في قضايا الاسلام السياسي واللي بتسجل التعديل الوحشي البشع للمتهمين واحكام محاكم قوارض اللي اهدرت الاعترافات بهذه القضايا استثناء تقارير الطب الشرعي. يعني الدليل انا حاسس بقى من جانبي مطبوعات صادره في مصر وتبثر للخارج صادره من مراكز حقوق الانسان في مصر تفضح الصوره البشعه للتعذيب الذي يجري في سجون ومعتقلات مصر. بعد ذلك نعتقد اننا بقرب على نهايه المساله. طيب سيدي رئيس انا اسف كنت اتقل انما عاوز اقول بقى كلمة اخيرة النيابة تعتبر انه لسه في حد بيتكلم عن الشباب لسه مش عايزين كلام هدام وبتاع ومش عايزين النيابه يبدو ان عندها معيار غريب جدا لايه المباح وايه اللي مباح في التعبير عن الراي. التعبير عن الراي حدود الاباحه فيه مش الا على مزاج الحاكم ابدا بل بالعكس انا من حقي وخالف الحاكم واخطئ الحاكم واهاجم الحاكم. انا مش انسان انا بقول هذا الكلام شوفوا حضراتكم الكلام ده وارد في حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا كل حاجة إنما قالت فيه إنه المقياس مش مقياس إيه اللي يتفق مع رأي السلطة أو هذا يجب أن يكون القضية كاملة للمواطن في أن يعبر عن رأيه. يبقى بعد ذلك انه اقول سيدي رئيس حضرات المستشارين النيابة تستلزم عن انه جماعة دول عملوا تنظيم سري. ايه سري وايه علني؟ سري وعلني استنادا الى معايير وضعها تشريعات غير دستورية. السوق بيقتل حق تكوين الاحزاب ولما يحيل الى القانون لتنظيم هذا الحق لا يبيح ان القانون يمنع تشكيل هذه الاحزاب. فلما يجي حزب قانون غير دستوري يقول لي انه الحزب يبقى سري لما ياخذ يبقى شرعي لما ياخذ رخصه هو الاحزاب بوتيكات عايز رخصه من الحكم المحلي عشان يفتح الحزب. شوفوا حضراتكم الحظر التشريعي المفروض على الاحداث يجب ان يورث لغه وتشديد الحساب وتقييد العقاب لن يتعب ولن يتعب.
مش القوانين غير الدستورية اللي هتمنع المواطنين المصريين من حقهم في إنشاء أحزابهم مهما كانت هذه الأحزاب، وحتى لو كانت رغم أنف الحال الحزب السياسي يظل أولا وأخيرا لباب الضرورة موضوعية. إذا توافقت هذه الضرورة فهذه هي شهادة ميلاد الحزب، حتى لو اعتبرها مباحث أمن الدولة حزب ساقط قيد. وإذا انتفت هذه الضرورة فهذه هي شهادة وفاء الحزب، حتى لو حاول أنصاره تحنيط جثة. وبعد ذلك أقول إن من المؤسف جدا أن تطرح على حضراتكم هذه القضية في وسط الضجيج والأهاجيج حول إصلاح سياسي وانفتاح ديمقراطي مزعوم موعود، وهذا ما يتباعد من مسؤوليتكم ومسؤولية الهيئة المحترمة، لأنه هذه في ظل هذه الضربة الكبرى حول الانفتاح الديمقراطي وفي ظل الهجمات الموجودة من الخارج والضغوط التي نفرضها تماما، لكنها تستغل الوضع غير الديمقراطي في مصر لتشطح من كان محل رضا من قبل. شوفوا حضراتكم، اختلاف هذه القضية قاطع الدلالة على أن الدولة في مصر، وأنا بصفها دائما عندما تعدت عنها بأنها دولة كوميسية، ما هي في ثبات في طريق مصادرة القضية لمحاكمة المتهمين في القضية الماثلة بالمواد المحدثة لمكافحة الإرهاب، دعاة سمية لا تضحك وإنما تبكي، لأن ليس في أطرافنا لا مفرقعات ولا أسلحة، مجرد أوراق وأفكار، والفكر الإنساني لا يرعب ولا يرهب إلا أعداء الإنساني. ويودع المتهمين أمانة في أعناقهم. اسمحوا لي أن أختم وقعتي بأن أعبر عن ثقتي الكاملة في أن تصفية القضايا مهما تفننوا في الاختراع ومهما أتقنوا فنون التلفيق سيظلون عاجزين لا محالة عن تضليل العدالة، لأن العدالة تظل لها عينها الساهرة وهي دوما قاطرة على انتشار الحقيقة من تحت ركام الأباطيل. فأسلم إسعادك واتصالك.